ليلة في مضارب قبيلة حرب التي احتفت بخطى العرب غير بعيد عن خيمة أم معبد. الحربيون قالوا شعرا وأولموا وأشعلوا نارا عمروا عليها قهوة الكريم التي فاح هالها فزعفرانها في نسيم وادي قديد. فاللي على سكة رسول الله يحثون المطايا قبل 1400 هاليوم تجددها الرواية نشوفها واقع حقيقي منك يا دكتور عين. مخلفين مكة وراءهم مشى النبي وصاحبه ودليلهما مبتعدين عن مناطق الخطر عن المسار المتعارف عليه للطريق، مضيعين معالم مسيرهم على فريق الشرك الذي لم يستسلم بعد واقعتي بيت خديجة وغار ثور، فاستمروا بالمطاردة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى خيمة أم معبد اسمها عاتكة بنت خلف. هذه خيمة أم معبد في نفس المكان في وادي قديد قريب من المشلل، يعني هي في غرب وادي قديد قريب من المشلل اللي هي الحرة المعروفة. هذه خيمة أم معبد. أم معبد امرأة كريمة من كرام العرب تحتبي هذه الحبوة، تحتبي طبعا هي كبيرة في العمر، تحتبي بإناء ببيتها، تحتبي هكذا يعني ما في كرسي، هذه اسمها الحبوة. ما زالوا أهل الرمالة العربية جنوب المملكة يستخدمونها، يحتبون هكذا هذه جلوس عشان ما يتعب الظهر. تحتبي وتقري الضيف وليس غريبا عليه لأنها امرأة عربية أصيلة تسقي وتطعم وتحلب لمن يمر. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الآن وصل في تاريخ 6/3 السنة الأولى للهجرة يوم الثلاثاء، وطبعا ما معهم أكل، أكلوا الأكل اللي أعطتهم إياه أسماء بنت أبي بكر، والآن جوعانين وعطشانين، فدخلوا إليها وهي جالسة، سلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ونزل أبو بكر ونزل مولى أبو بكر عامر بن فهيرة، فقال لها يا أم معبد. شوف يعرفها لأن هي على طريق القوافل، هذا طريق القوافل قديما، طريق هذا الطريق العام. الآن الرسول قطع شوي، قرب طريق القوافل اللي هو بين مكة والمدينة، ولا هو أول يمشي مع جانبه، لأنه طول الطريق هو يمشي مع جانبه، وأحيانا يقطع إذا أراد الطعام والماء. قطع يعني قاطع الطريق الأصلي المعروف بين مكة والمدينة. سأل أم معبد صلى الله عليه وسلم هل عندك من حليب؟ قالت والله، أو لحم، بيشترون طبعا معهم فلوس. قالت لا والله ما عندنا شيء، سنة شهباء ولا في شيء، وأبو معبد ذاهب يرعى خرافا هزالا تتمايل من الهزال. قال لا، ما هذه الشاة اللي في كسر الخيمة؟ قالت هي شاة. قال هل لي أن أحلبها؟ قالت احلبها إن استطعت، بارك الله فيك، والله لا فيها لا در ولا فيها لحم ولا شيء. شهدت هذه الخيمة البسيطة معجزة من معجزات طريق الهجرة، معجزة الشاة التي عجفت من القلة والجد. ملأ الرسول اللهم صل وسلم عليه الإناء بهذا الحليب من هذه الشاة العجفاء، وهذه معجزة خلدت على مر التاريخ الإسلامي. جلس اللهم صل وسلم عليه وقدم الحليب لأبي بكر، لصاحبه أبي بكر، يعني هم اثنين، أبو بكر وعامر بن فهيرة. فشرب حتى روي، ثم شرب الرسول اللهم صل وسلم عليه وكلهم شربوا، ثم تركوا الإناء كما هو ملآن. وهذه من المعجزات الشهيرة، حتى أنه صار معلم. يعني هذا المكان اللي احنا فيه الآن بغرب قديد يسمى خيمة أم معبد، اسمه حوالي كيلو بكيلو، مساحة كيلو بكيلو. طبعا ما حد يعرف وين الخيمة، عشان ما حد بكرة يجي يقول أنتم حطيتوا خيمتكم إلا بنفسكم، ما حد يعرف وين الخيمة، بس هي المنطقة معروفة في تاريخ والقبائل اللي جلست هنا إن هذا المكان كانت تسكنهم أم معبد وآلهة من بعدها. بعد أن غادر النبي محمد وأبو بكر، عاد زوج أم معبد فأخبرته بما رأت في غيابه. فلما غادر الرسول صلى الله عليه وأصحابه أبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن ريقط اللي يقود الناقة ويقودهم على الأرض، أقبل أبو معبد معه غنم هزيلات يتساوكن من الجوع والدر، ما في أكل. الغنم إذا كان ضعيف يبدأ يتمايل في المشي. فلما جاء لأم معبد وهي جالسة رأى الحليب، قال من أين هذا يا أم معبد والشاة عجفاء؟ ولا من جاب لك هالحليب هذا؟ قالت والله مر بنا رجل مبارك وقصت عليه القصة كلها وكيف سلم وكيف مشى، لكن لا تعرف اسمه، فقال صفيه لي. ما دار بين أبي معبد وأم معبد قطعة تؤرخ في أدب الوصف وبديع صنعته. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، أي مشرق الوجه، لم تعبه نحلة، يعني ليس نحيل الجسم، ولم تزر به صقلة، يعني ليس بناحل ولا سمين، وسيم قسيم، يعني أي حسن وضيء، في عينيه دعج أو دعج، أي سواد، يعني العين البؤبؤ أسود، وفي أشفاره وطف، يعني طويل شعر العين الهدب، وفي صوته صحل، يعني فيه بحة وحسن. يا الله، ما هذا الوصف! وفي عنقه سطع، يعني طويل عنقه ليس قصير، وفي لحيته كثاثة، يعني ليست مفرقة، لحيته منظمة زينة وفيها شعر كثير. أزج أقرن، يعني حاجباه طويلان ومقوسان ومتصلان. إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأجلاهم وأحسنهم من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، يعني كلامه بين الوسط، ليس بالقليل ولا الكثير، يتكلم في وقت الكلام، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، زي لما نجيب سبحة مسبحة ونقصها، تبدأ تنزل السبحات على شوي شوي أو باليد. كلامه منظم، ليس عجل وليس مثل بعض الناس بسرعة يتكلم ولا تسمع، إنسان فصيح، والرسول أفصح العرب. لم يكن حليب الشاة المتدفق صورة المعجزة الوحيدة التي شهدها وادي قديد وما حوله، فقد شهد معجزة ثانية، هي ما حدث لجواد سراقة بن مالك وهو يوشك أن يلحق بالنبي وصاحبه. فلما مر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في وادي قديد واستضافته أم معبد، وخرج منها مساء، يعني العصر، باتجاه، يعني أول العصر، باتجاه وادي كلية، جاء رجل المجلس. تعرفون وادي قديد كان في قبيلة كنانة، وكان فارسهم ومشهورهم سراقة بن مالك الكناني، اللي منهم ربيعة بن مكدم الشاعر المشهور، والفارس المغوار اللي مات في الجاهلية، هذا له قصة أخرى. كان رجل طويل جسيم فارس، كان كل المنطقة دي هو يحكمها ويديرها، وله إبل كثيرة وله خير، فارس لا يشق له غبار. كان جالس في أصحابه في وادي قديد حيثما نحن الآن، فجاء رجل مجلسهم وهم جالسين، قال: والله إني رأيت أسودة بالساحل. إحنا الآن هذه كلها وادي قديد اسمها الساحل، كل المنطقة دي إلى البحر الأحمر اسمها الساحل، المنخفض ذا الرملي إلى البحر الأحمر. قال: رأيت أسودة بالساحل وإني لأظنهم محمد وصاحبيه. إيش معنى أسودة؟ الحين أنت في الصحراء لما تشوف واحد من بعيد تشوفه أسود، من بعيد، مو كيلو ولا كيلوين، تشوفه أسود بسبب ضعف العين، تشوفه زي السواد. وإني لأظنهم لمحمد، هذا الرجال اللي جاء وقال سراقة عرف أنهم هم. قالوا: لا لا لا، هذول ليس هم، هذول شايفهم اليوم ناس جو يسألون عن ناقة ضائعة وهم يبحثون عنها. يعني سكتوا لأنه يريد أن يخفي الموضوع. سراقة يريد أن يفوز بالجائزة، ما يقولوا والله أظنه محمد، يلا مشينا ركبنا الخيل يلا. هم يطلع ثلاثة أربعة من الفرسان كلهم يفوزون بالجائزة اللي قدرها 100 ناقة، وهو ذكي سكت وجلس شوي معهم، كمل الجلسة معهم، بعدين قام وراح دخل خيمته وقال لجاريته: خذي فرسي، خذي فرسي فاذهبي بها خلف الشجرة فأسرجيها، يعني لبسيها السرج. لذلك سراقة ما لبث أن تسلل حاملا رمحه، لأن الرمح طويل كما ترون، فهو لا يريد يروح لحصانه. شوفوا خطط، أول شيء سكت الرجل وقال له هذا ناس يبحثون عن ناقتهم، دخل على جاريته قال اذهبي بالفرس أو الحصان، لكنه فرس يعني حصان، لكن الروايات لا ما يفرقون، هو الحصان حصان والفرس فرس، يعني الأنثى الفرس، لكن يقولون فرس. ذهبت به، ذهبت نقول ذهبت به معناته أنه حصان، الروايات تقول ذهبت بالفرس. على العموم قال لها اذهبي به، وقال لغلامه حط الدرع والخوذة والمغفر والسيف، أما الرمح لا، الرمح أخذه راح دخل للبيت وأخذه، بدل ما يمشي كذا رايح رافعه حوالي 2 أو 3 أمتار، لا سحبه سحبا يقول مسكته من نصله. هذا النصل، هذا اسمه النصل، وهذا القناة، وهذا الزج أو الزج الرمح، مسكه من ها هنا وبدأ يسحبه علشان ما أحد يشوف الرمح ويقول وين رايح سراقة، هو ظل يسحبه رايح وين؟ باتجاه الحصان المربوط. كل هذا عماية وتسلل ولكي لا يعرف به أحد حتى ولا من قومه. وثب سراقة بن مالك على صهوة جواده حاملا رمحه الرديني من أجل اللحاق بالنبي وصاحبه، اللحاق بالجائزة. فتبع أثرهم ويهذب هذبان على حصانه الأصيل، العربي الأصيل زي هذا. فلما وصلهم، يقول سراقة عن هذه القصة، يقول كان أبو بكر يلتفت كثير والرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على الناقة ولا يلتفت، وسراقة يسمع الرسول يقرأ قراءة لكن لا يعرفها. في الروايات أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول اللهم اكفناه بما شئت، هذا دعاء رائع. يقول سراقة فلما أقبلت صرت أراهم رأي العين، وصلتهم، طبعا هو مشرع رمحه وعليه قوس، ماذا يريد؟ يريد أن يضع الرمح حولهم ويلزمهم بالتنويخ، ينوخ بعارينهم ويقيدهم. يقول سراقة فلما وصلت، مع أن هذه أرض، شوفوا إحنا هذا بوادي كلية أرض جلدة، شوفوا وش معنى جلدة؟ يعني أرض صلبة فيها مرو، لأنه وادي فيها مرو، ليست رملا ناعما. وهنا حصلت معجزة ثانية كلها في وادي قديد، بعد معجزة شاة أم معبد وحليبها، الآن المعجزة اللي هي أن حصان سراقة بن مالك ساخت قدماه، غاصت قدماه. انظروا كيف ساخت قدماه، يعني يد الحصان من هنا غاصت في الرمل، هذه معجزة إلهية. فسقط على وجهه سراقة، مع أنه ضخم الجسم وكبير، سقط على وجهه، حتى أن الحصان سقط على وجهه. ما الذي عمل لما طاح؟ يقول فلما سقط قمت وأخذت، ماذا أخذ؟ طبعا هو معه سلاح كامل، قلنا درع ومغفر ورمح وقوس وكنانة، الكنانة اللي هنا اللي فيها إيش؟ فيها السهام، لكن مع السهام إيش؟ أزلام، 3 أزلام، وهو السهم الذي لا ريش له ولا نصل له، واحد مكتوب عليه أمرني، والثاني نهاني، والثالث لا شيء غفل. وبدأ يستقسم بالأزلام. كيف يستقسم بالأزلام؟ يجيب الثلاثة عصي زي هذه سهام، هذا سهم، شوفوه سهم من الخزران، ويحركهن كذا ويقلبهن ويشوف. فأخذ السهم فوجده نهاه لكنه لم ينتهي. طبعا هذه من عادات الجاهلية. فعاود الركوب ثاني وركب الحصان وركض خلفهم، فلما وصلهم ساخت قدم الحصان مرة أخرى إلى الركبتين وسقط على وجهه. فلما سقط للمرة الثالثة هنا عرف، يقول عرفت أنه منع مني. يقول المرة الثالثة لما غاصت أقدام، شوفوا غاصت حوافر الحصان الأصيل هذا إلى ركبته، طار غبار. يقول الغبار صار يمشي زي الإعصار الخفيف من الأرض إلى السماء. يقول صرت يا ما أشوفهم مع أنهم ما يبعدون عنه أمتار. فبدأ إيش؟ فبدأ سراقة يناديهم: الأمان الأمان لكم، الأمان. يصرون: وقفوا قفوا، الأمان لكم. وهو ليس راكبا حصانه، يعني أخذ اللجاء العنان وبدأ يمشي ويصوت لهم قفوا، ويحلف لهم ويقسم لهم. قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أبي بكر قف ننظر ما وراء. فوصل قال: والله يا محمد منعت منك، واني اعرف ان الله مظهر دينك ومظهرك، هل تريدون زاد؟ بدا يعزمهم الحين، قبل شوي جايب يقتلهم والان صار يعزمهم. شوف شلون بسبب المعجزه. تعال. قال الرسول وقال له ابو بكر: لا حاجه لنا في زادك، لكن اذا انت تريد ان تعمل شيء اخفي عنا، يعني ظلل الناس، الناس يبحثون كل مكان. قال: طيب. شوف شلون ذكي، وهو اعرابي واقعي، في عنده واقعيه. قال: اكتب لي كتابا، يعني عطني علامه. الرسول قال لابي بكر: اكتب له. فاخرج ابو بكر قطعه ادم واعطاها عامر بن فهيرة، قال: اكتب له. طبعا ايش كتب له؟ ما ذكرت الروايات ايش كتب له. ثم سال الرسول، شوفوا الان بدا بالتشريع، قال: انا يعني ساحتفظها واتي اليك. قالوا: نعم. واخذ العهد عليهم، واخذوا العهد عليها ان اخفي عنا. قال: ابد، ساخفي عنكم. تعرفون ان سراقه وفد على الرسول عليه في حنين، وجاب الورقه اللي هي القطعه من الجلد، وقال: هذا العهد. فاعطاه الرسول عطيه. طبعا اسلم رضي الله عنه، اسلم.